يبدأ الفارس فلاديمير جولته. الآن موفقة فلاديمير. بصراحة جواد جيد. حتى الآن الفارس فلاديمير بجولة أكثر مميزة. سيخرج من الدبل نتيجة الحاز الأخير حاز رقم 12. وبجولة موفقة للفارس فلاديمير بزمن 71.96. جولة نظيفة نقاط جزاء المركز الرابع عشر مؤقتا. نعود الآن إلى المملكة العربية السعودية مع الفارس الدولي السعودي رمزي الدهامي على صعوة جواد هاي كواليتي. من التوفيق للفارس رمزي في المشاركة الثانية. في المرة الأولى كانت